متابعي اليوم السابح في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اسواق هكون معاكم فيها اسلام السعيد. وحلقه النهارده هتكون بعنوان عام ابيض على ملاك الذهب خلال 2020. عام ابيض كله مكاسب، عام ابيض كله ارباح الحائزي المعدن النفيس هذا العام. اشمعنى عام 2020 هو العام المميز لملاك الذهب على مر التاريخ؟ لان ده العام الوحيد اللي حقق فيه الذهب تقريبا ارباح لاول مره تحصل في التاريخ، وصلت لحد 30% لحائزي الذهب بحسب المدة الزمنية اللي اشتروا فيها. ناس اللي اشترت في يناير وفبراير ومارس حققوا مكاسب كبيرة جدا. في حلقة النهاردة من برنامج أسواق هنتكلم عن مكاسب ملاك الذهب خلال هذا العام، وهنا في مصر تحديدا الناس اللي عندهم ذهب أو اللي اشتروا ذهب بداية السنة حققوا أرباح قد إيه دلوقتي، وإمكانية زيادة الأرباح دي خلال 2021 في حال احتفاظهم بالذهب. وكمان هنتكلم في حلقة أسواق النهاردة عن النصايح لو في حد عنده فائض مالي، هل ننصحه بالشراء في 2021 ولا يبقي على أمواله ويحطها في وسائل ادخارية أخرى غير الذهب؟ نبدأ مع بعض المكاسب اللي حققها ملاك الذهب أو ملاك المعدن النفيس في 2020. نلاقي إن سعر الذهب بدأ السنة دي على 465 جنيه، والنهاردة تقريبا بنقفل على سعر 820 جنيه. طبعا احنا لسه باقي كام يوم في السنة وممكن الأسعار تتغير أكتر من مرة، فاحنا بنتكلم النهاردة عن مكاسب بتوصل لحد 155 إلى 160 جنيه في كل جرام. ممكن الرقم ما تحسوش كبير، لكن الناس اللي عندهم كمية من الذهب، وطبعا احنا بنتكلم على الجرام الواحد في مكسب 160 جنيه تحديدا هو 24% مكاسب. طبعا احنا لو قارنا المكسب ده اللي هو 24% قياسا على أي وعاء ادخاري آخر او استثماري اخر، هنلاقي للذهب يعني يفوق كل الاوعيه الادخاريه. وزي مثلا شهادات الاستثمار، لو بصينا اعلى عائد لشهاده الاستثمار بنتكلم 13.4% دلوقتي، وحتى العوائد اللي كانت مرتفعه لشهادات الاستثمار اول السنه ما وصلتش ابدا لنسبه 24% مكاسب. والحقيقه هنا ان المكسب مضمون. طبعا العام ده كان مختلف لانه مش ما كانش عام تحقيق مكاسب بس، لكن كمان حفظ قيمة العملة من عوامل التضخم. يعني بالبلدي كده لما سعر العملة أو قيمة العملة بتتراجع، يعني لو خزنتها في أي حاجة ثابتة وقيمة العملة ثابتة هتلاقي نفسك بتخسر أكتر حتى لو فلوسك ثابتة زي ما هي. طبعا دي نظرية اقتصادية معقدة شوية، لكن الذهب هنا بيسموه مخزن قيمة، يعني بيحافظ على العملة من التغيرات والاضطرابات الاقتصادية. بقى أولا هو الناس حققت مكاسب 24% بما يوازي 160 جنيه خلال عام 2020. طيب يا ترى الذهب هيقفل على ايه السنة دي؟ احنا بنتكلم النهاردة يعني بنتكلم ايام قليلة والعام ينتهي، هل يا ترى ممكن نتفاجئ بصعود كبير او هبوط كبير في الذهب؟ طبعا ده وارد جدا، لان العالم دلوقتي على يعني على المحك، في حدثين او ثلاث احداث ربما يقلبوا مجرى سوق الذهب وسوق الاسهم وسوق البورصات في العالم كله، هو ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا اولا، وتاني حاجة خروج بريطانيا والنقاط الخلافية التي لا تزال قائمة بين انجلترا والاتحاد الاوروبي حوالي ملفين مهمين، هو ملف الصيد وملف حركة التجارة بين بريطانيا ودول الاتحاد. طب يعني ايه اللي هيحصل؟ هل هنزيد ولا هننقص؟ الحقيقة لو بريطانيا اتفقت مع الاتحاد الاوروبي على رؤية للخروج اعتقد ان سعر الذهب هينزل. طيب لو ازمة كورونا والسلالة الجديدة يعني ألقت بظلالها بشكل أكبر على الاقتصاد العالمي، وبدأت الشركات المنتجة للأدوية تتكلم عن إن اللقاح اللي تم التوصل ليه مش هيعالج السلالة الجديدة لكورونا، هيكون الوقت إيه أو هيكون الموقف إيه وقتها ومصير الذهب هيكون إيه؟ وقتها بنتكلم عن ارتفاعات ربما تكون غير مسبوقة، وممكن الارتفاعات دي توصل لحد 2050 دولار أو 2070 دولار، وده السعر الأعلى للذهب على مر تاريخه، وده حققناه في شهر أغسطس 2020. لو وصلنا للرقم ده تاني سعر الذهب هنا في مصر ربما يوصل 900 جنيه لعيار 21، وده العيار الرئيسي. طيب السيناريو بقى اللي يعني اللي الناس بتتمنى ان هو ان السعر ينزل، يبقى احنا مطلوب ان لقاح كورونا هيعالج السلالة الجديدة، وكمان بريطانيا هتوصل لاتفاق مع الاتحاد الاوروبي علشان تخرج بسلام وفق اتفاقية البريكست. ده بالنسبة لأوروبا
وبالنسبه لكورونا. طيب في حته تانية كانت الولايات المتحده الامريكيه اعلنت عن خطه تحفيز بقيمه 900 مليار دولار، يعني بنتكلم على تقريبا تريليون دولار هيتضخ في الاقتصاد الامريكي خلال الفتره اللي جايه كخطه انقاذ للاقتصاد الامريكي جراء تداعيات كورونا. طبعا الرقم ده لو تم ضخه هنفاجئ ان الدولار بدا يتعافى بشكل قوي، ومعناه ان الذهب هينزل، لان العلاقه بين الذهب والدولار عكسيه، لو ده طلع ده بينزل والعكس صحيح، وتقريبا دي قاعدة شبه ثابتة لكن لها استثناءات مش وقت ان احنا نشرحها ونتكلم فيها. ده كده نظرة بصفة عامة على مستقبل الذهب في الكام يوم الباقيين، لان طبعا احنا ممكن نتفاجئ واحنا بنتكلم فجأة السوق ينهار او فجأة يحصل قفزات كبيرة جدا زي ما حصل الاسبوع الماضي والسعر كسر نقطة المقاومة ب 1900 دولار، وبعدين رجع تاني خسر 40 دولار دفعة واحدة، يعني طلع 40 دولار ونزل حوالي 35 او 40 دولار، وده كان بشكل مفاجئ في ساعات محدودة طبعا نتيجة المضاربات وجني الارباح وحاجات كتير جدا بتحصل في سوق الذهب. طيب 21 ننصح الناس بايه؟ احنا مش هنطول في فكرة 21، احنا هنخصص حلقة كاملة للنصائح للمستهلكين او الناس اللي عندهم فوائد مالية يشتروا ذهب. الفيصل في حركة الذهب في الربع الاول في 21، الكم حدث اللي احنا اتكلمنا عليهم لانهم على ما يبدو مستمرين معانا، لانه حتى الان السلالة الجديدة لكورونا لسه غامضة ومش عارفين هتوصل لدول تانية ولا لا، واتجاه الدول كمان للإغلاق الاقتصادي ربما يؤدي إلى فقدان الأسهم جزء من قيمتها وحدوث انهيارات فيها، ومن ثم صعود أسعار الذهب. يعني احنا بنتكلم في الربع الأول 2020 ربما سيناريو آخر للارتفاع في أسعار الذهب. نشكركم لحسن المتابعة وانتظرونا في حلقات جديدة من برنامج أسواق.